دار الشعر بتطوان تحتفي بالشاعر الأرجنتيني الكبير خورخي لويس بورخيس من خلال توقيع أعماله الشعرية التي ترجمها الشاعر المغربي خالد الريسوني في 3 مجلدات. بورخيس يعتبر بحق إحدى العبقريات التي شهدها القرن الماضي. الفكرة الأساس كانت هي أن أقدم هذا الوجه الآخر الذي دائما كان بورخيس يحيل عليه، وهو أنه في نهاية المطاف هو شاعر. لماذا؟ لأنه بدأ شاعرا وختم مشواره كشاعر. الاحتفاء بالأعمال الشعرية لبورخيس هو احتفاء بأفضل وأروع القصائد التي كتبها هذا الشاعر العظيم. التظاهرة تأتي ضمن حلقة جديدة من برنامج توقيعات الذي يمثل فرصة لتقديم وتوقيع الإصدارات الشعرية والنقدية والفكرية. هذه الأمسية تحتفي بفعل الترجمة كفعل تلاقح وبين الثقافات المختلفة، لذا تحتفي هذه الأمسية بترجمة أعمال بورخيس التي ترجمت إلى اللغة العربية، لذلك فهي ترسل أو تؤكد على رسالة الشعر العالمية، على رسالة الشعر في تفاعله مع كافة العناصر. الحدث يشكل فرصة للقاء بين الشعر وعشاقه، مثلما هي فرصة للقاء بين الشعر والموسيقى.